يترك لله نحسبه الله حسيبه. الله يرضى عليك إن شاء الله. والله عدة مواقف يعني شهدتها ما شاء الله تبارك الله. أهنيك أبو علي، قصيدتك هذه الجزلة ما شاء الله فيها تعظيم الرب، فيها توجيه العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. الأركان الخمسة، ها الأركان الخمسة ذكرها ما شاء الله. يا أخي الشعر له حكمة ودعوة، وتوت كنت تتكلم تقول بعض المواعظ قد تؤثر في الشخص وبعضها قد لا تؤثر. أنا أتذكر في مجلس سمعت قصة رجل اهتدى بقصة، حتى قصة من الخيال لكنها ظاهر كانت خارجة من قلب صادق. صحيح. فالرجل يعني قاس على نفسه هذه القصة واهتدى، يعني تأثر، كانت يعني سبب تغيره هذه القصة. القصة يعني تكلمه يقول يعني أسد، القصة أسد ربيله مع غنم، الأسد هذا ربى مع الغنم، ربى مع الغنم وتعود على حياة الغنم، يروح سلوبها وطريقتها وروحها معها وما مع فيقول طلع ولد عمه من الغابة، أسد من الغابة، وطلع على هالغنم، ولين ولد عمه جالس مع هالغنم شاتم. فلما زار الأسد هجت الغنم، وولد عمه الأسد اللي رامي مع الغنم هج معها. الحول. يقول ولد عمه الأسد راح ومسكه، يا ولد أنت أسد، أنت تخاف منك الغنم؟ قال لا أنا خروف. عايش معهم. اي نعم عايش معهم. يتعشى أجل. لا هو القصة، قال له يا ولد أنت أسد، أنت خلك من الغنم. قال له يا رجال أنا ما أنا. يقول هو ياخذ ولد عمه قال تعال، وراح بل الغدير وراه وجهه قال شفتني أنا وشفت نفسك، أنت زي أنت ولد عمي، أنت أسد، إذا زأرت الغنم تنحاش منك، أنت ملك الغابة أنت. فقال جرب يلا ازأر. فلما زار هجت الغنم، قالوا هثري أنا أسد وأنا مدري. يقول أنا كانت سبب هدايتي وتغير مسار حياتي بسبب هذا القصيدة، هذا القصة. يقول يعني مع أنها من الخيال ما تصير، لكن يقول قلت فعلا أنا أسد وعايش مع يعني في بيئة فاسدة، في بيئة مو بهذا مكان ولا هذا مقام ولا هذا. هنا النقطة. اي نعم. فيقول صارت هذه القصة هذه هي سبحان الله هي تغيير حياتي. يا سلام. وسبحان الله هداها الرجل، الله هذا الرجل، وصار له باع ما شاء الله يعني في العلم وفي الدعوة بسبب هذه القصة. يا سلام. فإذا كانت خارجة من قلب، وهذه القصيدة ما شاء الله هنيك عليها أبو علي، ما شاء الله جميلة جدا ولامست. نعم. لامست. هذا قراها ابن أخوي الله.